والله يا جماعة أنا جالي هدية من روزا سترينج أرت. طبعا أنتوا مش عارفين مين روزا دي، تعالوا نشوف مين روزا دي. I won't tell you I'm lonely, 'cause it may be selfish. I won't ask you to hold me, 'cause that won't mend what's helpless. There's not a thing I could say, not a song I could sing for your mind to change. Nothing can fill up the space. Won't ask you to stay, but let me ask you one thing. Oh, when did you fall out of love? Out of love. Oh, when did you. طبعا روزا دي بقى كلمتني انا وعملت لي بورتريه كاتبه لي عليه احمد شاكر. الكارت بتاعها روزا سترينج ارت، ده اللي طبعا احمد شاكر اجاني كتابه. دي خيوط ودي مسامير، و طبعا رزا ده حد يعني مشهور جدا، هحط لكم لينكاته وفيديوهاته بقى عشان يعني لو حبيت الحاجات الحلوه دي كده تعملوها على طول. فميرسي جدا ليها وبشكرها من هنا على التمرين الظريف الجميل ده، وانا هحتفظ بيه ويتحط في الباك جراوند وانا اصور عليها على طول يعني. فانا فرحت جدا بالهديه دي وشكرا جدا روزا، دي فنان موهوب جدا جدا وفور فري والله مجانا. فده فرحني جدا، وتقريبا دي الهديه الوحيده اللي جات لي في حياتي.